تقول أم محمد من القصيم: كم عدد ركعات الوتر؟ هل هي ركعة وأسلم أم ركعتان؟ وماذا يقرأ في كل ركعة؟ ركعات الوتر أقلها ركعة واحدة صليها ويسلم منها، هذا أقل شيء، وأدنى الكمال ثلاث، صلي ركعتين شرع ويسلم منهن، ثم يقوم للثالثة ويصليها ويسلم منها، هذا هو الأفضل، ثلاث ركعات بسلامين هذا هو الأفضل، وإن صلىها ثلاث ركعات سردا بتسليم واحد جاز ذلك. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ صالح. لو داوم على هذه الثلاث ركعات بسلام واحد، داوم عليها، هل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء، لكن الأفضل أن يجعلها بسلامين، هذا هو الأفضل. نعم، جزاكم الله خير.